أعلنت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم بدء الحجز الإلكتروني لتذاكر دخول الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تأتي تحت شعار هوية مصر، الثقافة وسؤال المستقبل. وتقام في الفترة من 26 من يناير حتى 7 من فبراير المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل دولة اليونان ضيف شرف، كما اختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.